السلام عليكم. في مباراة فياريال وبرشلونة لفتت انتباهي لقطة لامين يامال يوجه ليفاندوفسكي بحكي له روح انت شوت ركلة الجزاء. او تعلموا انه بيولوجيا يعني في علم الاحياء ليفاندوفسكي يصلح ان يكون ابو لامين يامال؟ طبعا ليفاندوفسكي مولد 88، لامين يامال مولد 2007، يعني بينهم 19 سنة، يعني ليفا بينفع يكون ابوه. على فكرة هاي الجولة كانت مجنونة سواء في اوروبا او في وطننا العربي. شفنا القمة الاكبر في انجلترا السيتي وارسنال، شفنا الريال يفوز بالاربعة، شفنا برشلونة بيفوز بالخمسة، شفنا البايرن يفوز بالخمسة على فيردر بريمن، شفنا شتوتغارت يسحق دورتموند بالخمسة في ألمانيا كمان، وشفنا باير ليفركوزن في مباراة هيتشكوكية مع فولسبورغ 4-3، وشفنا يوفنتوس نابولي في إيطاليا، وحاليا أنا بصور في وقت ديربي الميلان إنتر ميلان، وحاليا وقت تصوير كمان في فرنسا قمة كبيرة بين مارسيليا وليون، وفي الوطن العربي شفنا الوحدات والفيصلي، ورح نحكي في حلقتهم عن قمة الهلال والاتحاد في السعودية، وشفنا في قطر قمة كبيرة ليد حيل يضرب استاد بالخمسة. شو هالجولة المجنونة اللي كلها قمم ونتائج كبيرة؟ أكيد في حلقتهم ما راح أقدر أحكي عن كل هاي القمم، راح نشوف شو بيسمح في الوقت ونعطيكم. خليك متابع معي للنهاية، رح نستمتع كثير في حلقة اليوم. إذا ما عملت لايك اعمل الآن لايك، بدنا 500 ألف لايك، واشترك في القناة، فرحلة 10 مليون متابع قد اقتربت. في مفاجأة كبيرة بعدها. وهي هي كل حساباتي الشخصية اللي بتواصل معكم من خلالها يوميا، وبرد على أسئلتكم، وفيها بصور ردود فعل المباشر على المباريات وبحكي كلام ما بحكيه هون في اليوتيوب. خلونا نبدأ من لقاء القمة السيتي أرسنال. جورجينيو لاعب الأرسنال صرح قبل المباراة إنه لما يشوفوا أهداف إيرلينغ هالاند بيستمتع بمشاهدتها، ولكن ذلك لا يخيفهم على الإطلاق. كم مرة قلنا لا تستفز هالاند ولا تصرح عنه قبل المباراة؟ شفنا شو صار في كوكوريا. كوكوريا طول الصيف هو بيصرح عن هالاند، بعدين هالاند قتله في اول ربع ساعه في مباراتهم. المدربين بيب غوارديولا للسيتي وارتيتا للارسنال كلاهما عمل تغييرات على التشكيلات اللي لعبت في نص الاسبوع في دوري ابطال اوروبا. ارتيتا عمل تبديلين وبيب غوارديولا عمل 3 تبديلات. السيتي لعب بال4-1-4-1 لانه الرباعي دوكو غوندوغان وبرناردو سيلفا وسافينيو الاربعه بيجوا على خط واحد، في حين الضيف الارسنال لعب بال4-3-3 المعهوده. تغييرات بيب غوارديولا كان واضح جدا من خلاله انه بده يكون اللعب مباشر اكثر من خلال فتح عرض الملعب من خلال الثنائي القوي جدا سافينيو ودوكو. هذول الاثنين معروفين بسرعتهم ومهارتهم العاليه في الواحد ضد واحد، وهذا الامر بفك التكتل المتوقع من ارسنال، لانه ارسنال اذا توقع في مناطقه صعب اختراقه، وهذا اللي صار الموسم الماضي. الفريقين لعبوا 3 مباريات، السيتي سجل فيهم هدف واحد بس كان عن طريق كول بالمر في مباراه الدرع الخيريه. شوفوا بدايه المباراه كانت سريعه جدا، في اول 6 دقائق قدر السيتي يخترق تكتلات ارسنال وصنع فرصته الاولى بعد تمرير رائع من برناردو سيلفا لغوندوغان، لكنه سدد خارج المرمى. بالمناسبه غوندوغان برايي هو في اخر سنتين تقريبا افضل لاعب خط وسط يتواجد داخل منطقه الجزاء بلمح البصر بغفله من المدافعين ويجد درب المرمى. وبصراحه نسخه غوندوغان السيتي بيب غوارديولا اقوى من نسخه العام الماضي مع برشلونه. الهدف الاول للسيتي لم يتاخر، لمسه ساحره من سافينيو اللي جابوه كمعوض لرياض محرز، بل اعطوه نفس رقمه وبيلعب في نفس مركزه. سافينيو ترك كالافيوري مرمي على الخط مع تصرف خطا من ثنائي الارسنال، المدافع جابرييل اللي كان مغطي الاوفسايد وتوماس بارتي اللي ما تحركش للضغط على سافينيو. واهم من كل ذلك كان انهاء خارق من ايرلينغ هالاند، انهاء بوجه القدم ببوز القدم يعني. هذا الهدف لما صورت ستوري قلت انه بذكرني بهدف الظاهر رونالدو في مرمى روشتو في شباك تركيا في نصف نهائي كاس العالم 2002، مع الفارق وقتها ان رونالدو وضعها في الزاويه البعيده. هدف هالاند كان في قلب مرمى ديفيد رايا. هذا الهدف لهالاند هو الرقم 100 مع مانشستر سيتي، 100 هدف في 105 مباريات، كاسرع لاعب يصل ل 100 هدف مع فريقه في اوروبا في القرن الحادي والعشرين، ليعادل رقم كريستيانو رونالدو اللي سجل اول 100 هدف له مع ريال مدريد في نفس عدد المباريات 105. بعد هدف التقدم للسيتي استمر السيتي في الاستحواذ واستمر ارسنال في التراجع، وهذا كان بقرار مفهوم المدرب ارتيتا. انت تركت مساحه بسيطه لهالاند وعاقبك بهدف، صعب الان بعد الهدف انك تندفع، قد تستقبل هدف ثاني وقد تنتهي المباراه في اول نص ساعه. اعتقد انه ارتيتا هون راهن على انه طول ما المباراه نتيجتها 1-0 اذا عنده فرصه للتعادل من الكرات الثابته التي يتقنها الفريق ايما اتقانه بشكل مميز. صراحه لا ابالغ لو قلت انه ارسنال هو افضل فريق في العالم في استثمار الكرات الثابته وبالاخص الضربات الركنيه. في المقابل السيتي تعرض لضربه قاسمه قضت على وسط الفريق، وذلك بعد تعرض رودري افضل لاعب وسط في العالم لاصابه خطيره، تم تبديله نزل كوفازيتش مكانه. اصابه رودري يظهر انها في الركبه، واصابات الركبه بالاخص اللي بتصير من دون اي احتكاك بتكون اصابات خطيره، وحسب اللي ظهر لي في الاعاده قد تكون رباط صليبي وهذا ما لا اتمناه. يا رب اكون غلطان. اذا كانت رباط صليبي فهذا معناه ان موسم رودري انتهى رسميا، وعلى بيب غوارديولا ان يجد حلا سريعا لان رودري لا يمكن تعويضه. بعد خروج رودري بلحظات ارسنال تمكن من تسجيل هدف التعادل ليثبت انه قرار ارتيتا بعدم الاندفاع والصبر واستغلال الكره الثابته كان قرارا صحيحا، بالرغم من ان الهدف ما تسجل من ركله ركنيه او مخالفه قريبه من المرمى، الهدف تسجل من مخالفه جاءت من وسط الملعب اللي لعبت بشكل سريع لمارتينيلي على الطرف، مارتينيلي تمهل ثم اعادها لكالافيوري على خط منطقه الجزاء، كالافيوري بقدم يسرى اعشقها كقدم اليسرى المتمكنه، سدد كره يساريه متقنه في الزاويه البعيده لا يستطيع لا ادرسون ولا اليسون ولا كورتو ولا اي حارس مرمى للتصدي لها الا محمد عدنان. اعشق التعليق لمثل هذه الكرات. مالك انت خلاص حكينا، مبسوط اليوم يومك على فكره. في اول ثلث ساعه يبداها كالافيوري كاساسي مع ارسنال في الدوري، هذه الثلث ساعه كانت حافله بالاحداث، سافينيو راوغه بشكل جميل في
اول 10 دقائق وكان سبب في هدف السيتي، وبعدها هو بنفسه سجل هدف التعادل للارسنال بهدف عالمي. هذا الهدف صاحبته اعتراضات كبيره من لاعبي السيتي بسبب انه قبل تنفيذ اللعبه كان الحكم مايكل اوليفر قد استدعى كايل ووكر قائد السيتي الظهير الايمن. بعد ما خلص حكي معه وقبل ما يرجع ووكر لمكانه لعبت الكره، وبالتالي استفاد مارتينيلي من غياب ووكر فتمكن من صناعه هدف لكاليفيوري. على كل حال استمرت المباراه والهدف تم احتسابه، رجع السيتي للسيطره من جديد والبحث عن هدف التقدم. لكن ارسنال بعد اصابه رودري وبعد التعادل دخل في المباراه اكثر فاكثر. لعب الارسنال كان مباشر وسريع، تمريرات طويله من الحارس الرائع ديفيد رايا لهافرتز. على فكره ديفيد رايا تصنفه من افضل 3 حراس مرمى في العالم حاليا، ردوها علي ان استطعتم. اجمل تصديات هذا الموسم لديفيد رايا من دون شك. كرات رايا لهافرتز كانت الفكره منها انه هافرتز يحاول يستحوذ على الكره في نص ملعب السيتي، واذا خسر الكره على الاقل ان لاعبي ارسنال يكسب الكره الثانيه ويواصل الهجوم. ارسنال حصل على مبتغاه، ضربه ركنيه، والضربات الركنيه عند الارسنال باتت اشبه بركلات الجزاء. الركنيه لعبت بطريقه ذكيه جدا، ينفذ ساكا فيقوم جابرييل مارتينيلي بالاضافه للاعب اخر من الارسنال بحجز الحارس البرازيلي ايدرسون، وفي ذات الوقت يهرب المدافع جابرييل العملاق الضخم، يتخلص من مراقبه كايل ووكر ويستقبل عرضيه ساكا على القائم البعيد ثم يمزعها في الشباك. على فكره في ركنيه قبلها لعبت في دقيقه 37، لكن في تلك جابرييل وضعها خارج المرمى. قلت لاصدقائي عفوا لرحم شو هاللاعب المخيف، زومبركات سبرينج في اقدامه يعلق في الهواء فيدعس في الشباك. لم تتاخر كثيرا وبعدها كان الهدف الثاني بنفس الطريقه. بصراحه بستغرب من بيب جوارديولا كيف ما تفضل لهي اللعبات لارسنال. لم يشاهد لقاء الارسنال السابق مع توتنهام، قاتلوا توتنهام بنفس الطريقه. والمجرم كالعاده جابرييل ماجاليش، افضل مستقبل للكرات الركنيه في العالم حاليا، والارسنال افضل من ينفذها في العالم من دون منازع. لحظه، ساشيد الان بمدرب الكرات الثابته في ارسنال اسمه جوفر. هذا جوفر ارتيتا وصفه بانه الافضل في العالم في مجاله، وهذا السبب اللي خلى ارتيتا يجيبه معاه من مانشستر سيتي لما كان مساعد لبيب جوارديولا، جابه معاه لارسنال بعد تولي منصب المدير الفني هناك. ايوه نعم، جوفر كان يعمل في السيتي وانتقل مع ارتيتا لارسنال، وفي كل مباراه بيكون عنده اكثر من فكره للضربات الثابته. بعد تقدم ارسنال بالنتيجه 2-1 كان واضح انه الفريق الان راح يرجع للتكتل بكامل خطوطه للحفاظ على التقدم على الاقل حتى نهايه الشوط الاول، لكن من جديد يظهر الحكم مايكل اوليفر في قرار مثير للجدل ويطرد تروسار لاعب الارسنال، وذلك بعد ما منحه انذار ثاني بسبب تعطيل اللعب في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. مايكل اوليفر قتل الارسنال رسميا، هذا ثاني طرد بيتعرض له لاعب من ارسنال من خلال انذار ثاني بسبب تعطيل اللعب خلال هذا الموسم الحالي. نعم، خلال 5 جولات انطردوا لاعبين بنفس الطريقه. الطرد الاول كان لديكلان رايس ضد برايتون، وهذا الثاني لتروسار امام السيتي. على فكره ارسنال عندهم تاريخ مع هذا النوع من الطرد، اذا بتتذكروا في 2011 روبن فان بيرسي انطرد ضد برشلونه في الكام نو بعد ما حصل على انذار ثاني بسبب لعبه للكره بعد الصفاره. بتذكر وقت انه فان بيرسي جلس يحاول يقنع الحكم السويسري ماسيمو بوساكا انه ارجوك انا ورب الكعبه ما سمعت الصفاره. بتذكر حكى له ورب الكعبه، بتذكر اظن حكى له ورب الكعبه ما سمعت الصفاره، وبرر ذلك انه بسبب صوت الجماهير العالي. على كل حال خلونا في الواقع، انسوا الماضي. الطرد اثر بشكل كبير على المباراه، اللي صار في الشوط الثاني شيء لا يستوعبه عقل. سيطره السيتي وصلت ل 91%، ارسنال 9% فقط، حرب في جهه واحده. المدرب ارتيتا اخرج بوكايو ساكا ودفع ببين وايت، كان واضح جدا انه سيصف الباص امام المرمى. نعم كان يدافع بتسع لاعبين، المهمه كانت صعبه للغايه، ان تدافع امام سيتي 45 دقيقه بتسع لاعبين وفي الاتحاد ومع الارهاق الكبير للاعبين اللي لعبوا مباراتين خارج ملعب الامارات منهم الديربي امام الغريم توتنهام. بس شو يعمل ارتيتا؟ ما باليد حيله، لازم يصف الباص. الدكه ضعيفه ما فيها تقريبا غير جابرييل خيسوس وهو مش مطلوب منه الهجوم ابدا الان. الحل ان يدافع وفقط، ثم يمكن استغلال الهجمات المرتده، مع انه ما عنده ولا لاعب جد الهجمات المرتده بالسرعات والمهارات المطلوبه. بس ربنا الله الارسنال عنده خط دفاعي يكاد يكون الاقوى في اوروبا، اضف لهم انه خلفهم ديفيد راي اللي حكيت لكم انه يمر بافضل فتراته في مسيرته الكرويه. يا اخوان ارسنال كان بيلعب بخطه 5-4-0 وفي اوقات كثير كانت تتحول ل 6-3-0، بيعوز مارتينيلي كظهير ايسر، تيمبر ظهير ايمن، والرباعي كالافيوري، جابرييل، صاليبا، بن وايت كلهم في الدفاع، وذلك لمنع اي زياده عدديه للاعبي السيتي في ال 18. السيتي ضغط ضغط مخيف، سيطره مطلقه، الكره لم تكن تتجاوز خط المنتصف، مباراه هجوم امام دفاع، لكن غابت الحلول للسيتي، لا يوجد لاعب كما رودري يسدد بشكل متقن من خارج منطقه الجزاء، ويستغل هذا التراجع المبالغ فيه من لاعبي ارسنال داخل منطقه ال 18. جميع تسديدات دياز وكوفازيتش وسافينيو كانت سيئه، حتى القائد دي بروين مش موجود، وهو اللي كان مشهور بحل المواقف هذه من خلال هاي التسديدات. السبب الثاني لاعبي السيتي كانوا يخسروا معاركهم الثنائيه، ودائما في كره القدم لما اللاعب بيكسب التحاماته الثنائيه بيكون النتيجه في النهايه انه بيكسب المباراه. شفنا برناردو سيلفا بيفشل في اكثر من مره من تجاوز مارتينيلي، وشفنا الوضع استمر بعد نزول جابرييل خيسوس لانه ممتاز بدنيا. محاولات السيتي لاختراق تكتل ارسنال كانت غير موفقه، والتمريرات كانت واضحه. عابهم شيء اخر برايي، اذا بدك تضرب هذا النوع من الدفاع لا تفكر كثير، الكره وصلت على قدمك اضرب مباشره، اذا استلمت فتمهلت ففكرت لن تنتج. بيب جوارديولا اقحم فودن معروف بتسديداته القويه من خارج منطقه ال 18، الموسم الماضي لحاله سجل 6 اهداف من خارج المنطقه، اكثر من كل لاعبي البريمير ليج، واحد منهم كان هدف خارق في مرمى ريال مدريد في الشامبيونز ليج، وشفنا
جريليتش بنزل كمان لانه يساعد على هذا النوع من السيطره على حدود منطقه الجزاء، تناقل كثير للكره، ولكن لازم واحد منهم يضرب مباشره. ارسنال قام ببعض التغييرات كلها كانت اضطراريه، ارهاق كاليفيوري ومارتينيلي، ارتيتا نزل مكانهم كيفيور وخيسوس. في تغيير غريب شفناه ما بيقوم فيه الا بيبي غوارديولا، قرر انه يبدل كايل ووكر ويدفع بجون ستونز. جون ستونز مدافع، انت محتاج لاعب بسجل، انت محتاج لاعب يفك هذا التكتم اللاعبي الارسنال، بتطلع ظهير ايمن وتقحم قلب دفاع. نعم هذا بيبي غوارديولا وهذه افكاره. طبعا ستونز ما نزل يلعب مدافع ولا يلعب ظهير يمين، لكن لعب في الهجوم جنب هالاند، وذلك لاستغلال قوته في الكرات العرضيه. ومثل ما بيبي غوارديولا فاجئ العالم في نهائي دوري الابطال ضد الانتر ولعبه في مركز خط الوسط واكمل 8 مراوغات كامله، هذه المره كذلك افلح ستونز. وفي اخر لحظات المباراه ستونز يسجل هدف التعادل لسيتي 2-2 بعد ركله ركنيه اللعبة بشكل سريع وتسدد واصطدمت في الزحمة قبل أن تعود لستونز اللي ضم لفريقه هدف التعادل ونقطة الصدارة وعدم الهزيمة. نعم الأرسنال خرج بنقطة واحدة ولكنها مش سيئة قياسا أنه بيلعب خارج أرضه والإصابات اللي صارت معه وظروف المباراة، لكن المكسب الأهم برأيي هو شخصية الفريق والروح اللي لعبوا فيها. أحرجوا السيتي هو أقوى فريق في إنجلترا إن لم يكن الأقوى في العالم حاليا، وهيك الأرسنال بيكون ما خسر من السيتي في آخر 4 مباريات. وعلى فكرة في آخر 15 مباراة للسيتي في البريمير ليج أرسنال هو الفريق الوحيد اللي قدر يحصل منه على نقاط بعد ما تعادل معاه في الاتحاد الموسم الماضي ورجع وقف له سلسلة من 13 انتصار متتالي بتعادل جديد في نفس الملعب. تعالوا ننتقل لإسبانيا، بس على فكرة وصلني الآن خبر مخيف أثناء تصوير الحلقة، الميلان قتل الإنتر رسميا. خبر بصراحة كثير حلو للناس المحايدة، لأن عودة الميلان هي عودة لكرة القدم وللحياة، لأول مرة من 3 سنوات الميلان هجم الإنتر. تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد صرح يوما ما انه نقطه ضعفه هي التسديد من بين قدميه، وهذا الامر كان بعد ما تشيلسي لعبوا مع برشلونه مره في اياب ثم النهائي دوري ابطال اوروبا، وقتها بتذكر انه ميسي سجل عليه هدفين من بين الاقدام وفاز برشلونه 3-0. يعني الزلمه حكى لكم شو نقطه ضعفه. في مباراه ريال مدريد واسبانيول اللي انتهت 4-1 بسيناريو هيتش كوكي ظهرت نقطه الضعف هاي عند كورتوا بعد ما سجل اسبانيول هدف عكسي بعد كره عرضيه اصطدمت بين اقدامه ودخلت الى المرمى. مدرب اسبانيول مانولو جونزاليس كان توعد ريال قبل المباراه راح افوز عليكم في البرنابيو لاول من 28 سنة، وحكى لهم على فكرة العناوين بعد مباراة في الصحف راح تكون اسبانيول يسعق ريال وراح يحط صورته. شجاعة رائعة من مانولو، لكن برأيي انك تهورت زيادة. كان ماشي صح وتقدم على ريال في سانتياغو، ولكن ما عرف يحافظ على هذا التقدم اذا ما اضفنا سذاجة تصرفات لاعبيه. انشيلوتي اجرى مداورة ضرورية في زحمة الرزنام اللي عنده، ريح روديجر وفينيسيوس وميندي واشرك تشواميني كقلب دفاع وبدأ باردا جولر من بداية المباراة، وطبعا اخوان غارسيا شارك في مركز الظهير الايسر مكان ميندي. ريال مدريد بدأ الشوط الاول كعادة اشواطه الاولى عشوائية واضحة جدا، عدا بعض اللمسات من الموهوب أردا جولر اللي بذكرني شوي ما بعد بذكركم انتم كمان بمسعود اوزيل في بعض اللمسات. امبابي ورودريجو كانوا مستعجلين في التسجيل على المرمى، قراراتهم كانت خاطئة. حكيت كلام عن امبابي برجع بعيده الان، وكل ما احتاج لامر رح ارجع اعيده. امبابي ممكن ينهي الموسم كهداف للدوري الاسباني، ولكن رح يضيع كثير، بل كثير كثير، فبدل ما يسجل 50 هدف في الموسم من فرص محققة يمكن يطلع ب 25. انا خابزه، عاجنه هذا اللاعب، هو مش رود فان نيستروي، هو مش شفشينكو، هو مش رونالدو الظاهره، هو سريع مهاري مخترق يصل للمرمى كثيرا بس ضعيف في الانهاء، بس انه بيوصل كثير لازم يسجل على الاقل، فراح يكون هداف الدوري والله تعالى اعلى واعلى. طيب مودريتش كان رائع كعادته في الشوط الاول، لكن الشوط الاول ما كان في شكل واضح للريال، كان في فرص خطيره واخطرها كره مبابي بعد تمرير رائعه من جولر، لكن كالعاده فشل في ترجمتها لهدف. في الشوط الثاني اختلف كل شيء، وذلك بعد ما نجح اسبانيول في التقدم بالنتيجه، بعد تمريره طويله انطلق كاريراس من الجهه اليمنى للريال، ولعب عرضيه صدمت من بين اقدام كورتوا ودخلت الشباك، لكن هذا هو ريال مدريد، عودنا انه بمجرد ما يستقبل هدف يتحول لفريق اخر. انشيلوتي كمان ما تاخر في التبديلات، دفع بفينيسيوس جونيور مباشره بمجرد استقباله للهدف، ومع ضغط الريال الكبير حصل الخطا في دفاعات اسبانيول. قدر بلينغهام يقطع الكره من لاعب اسبانيول الساذج جدا داخل منطقه جزائهم ومررها بقوه داخل منطقه جزاء اسبانيول. هاي المره اللي غلط هو اخوان غارسيا حارس اسبانيول، الكره من بين اقدامه تتهادى على خط المرمى تصل لكارفاخال يسجل بالتعادل. بعدها ريال مدريد رفع رتم المباراه، ومن مهاره فرديه رائعه جدا من فينيسيوس جونيور مرر الكره بوجه القدم الخارجيه خدعت كل مدافعين ووصلت لل اللاعب اللي فاهمها تماما، رودريجو فاهم فينيسيوس. هنا تقدم ريال بنتيجه 2-1 قبل ما يضيف فينيسيوس بنفسه الهدف الثالث للريال، بعد تمريره هاي المره كانت من امبابي، وضعت فينيسيوس في انفراد امام المرمى، جوده بالانهاء، بس قبلها سذاجه من لاعب اسبانيول في وسط الملعب اللي غلط، اخطاء قاتله من لاعبي اسبانيول، سلمت المباراه للريال. حلول الريال الفرديه دائما ما تصنع الفارق وقت ما يحتاجها الفريق، وهنا كان الدور على اندريك اللي مره جديده بينزل من الدكه وبيقدر يعمل بمهاره فرديه ويصنع الفارق، ويحصل هاي المره على ضربه جزاء عجيبه بصراحه، هل كانت العرقله جوا منطقه الجزاء او برا؟ صعب الحكم، لكن
لكن المؤكد ان المدافع تصرف برعونه وسذاجه لا مثيل لها. كانت عندك فرصه انك تعرقله خارج المنطقه، ليش ضلتك مصمم وسحبه معاك لداخل منطقه الجزاء؟ انا مش فاهم كيف لاعب في الدوري الاسباني ياخذ هكذا قرار. قررت تعرقله، ارمي برا المنطقه او قفلته، مش قادر عليه قفلته. ريال مدريد حقق فوز مهم قبل الديربي الاسبوع القادم ضد اتلتيكو مدريد. احكي لكم سر، باذن الله تعالى اذا الله احيانا ساكون متواجد في هذا الديربي في السيفيتاس متروبوليتانو، ويمكن اعمل لكم فلوج رحلتي الى ديربي مدريد الكبير. اذا بدكم هذا الفلوج احكوا لي بخانه التعليقات اكتبوها. فوز مهم لريال مدريد في ملعبه يجعله يواصل مطارد البرسا على الصداره. اما برشلونه في ملعب سيراميكا، ملعب نادي فياريال، واحد من اقوى واصعب الملاعب في اسبانيا. برشلونه الضيف يضرب فياريال 5-1 في ملعبهم، ويثأر من خسارته ضد نفس الفريق 5-3 الموسم الماضي في المونتجويك، ويستعيد توازنه بشكل سريع بعد الهزيمه المفاجئه امام موناكو في دوري الابطال. بل هذا الامر يؤكد ان سقوط الابطال ما هو الا كب الجواد، وانه الاحداث التي صاحبت الدقيقه العاشره كانت سبب في كل ما آلت اليه المباراه من خساره برشلونه. برجع بقول برشلونه فريق قوي شاء من شاء وابى من ابى، وهذا الكلام مش جديد، من الموسم الماضي بحكي، هم نفس اللاعبين مع هانز فليك. الفريق قوي جدا، والفريق لو ما حقق الدوري مع كل الاصابات الموجوده حاليا واخرها اصابه تير شتيغن، بس الفريق قوي، ولو ما حصل على بطوله الدوري سيلام بشده. هانز فليك مدرب الفريق اجرى عدد كبير من التبديلات لتجنب الاصابات والارهاق مع اراحه كوبارسي وبالدي وكاسادو. دفع بدومينغس في الدفاع، انيجو مارتن كظهير، بابلو توري في الوسط. بدايه المباراه كانت سريعه بعد هدف ملغي من فياريال قبل ما سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم ويرجع يعزه بهدف ثاني. وهذه ميزه البومبر ليفاندوفسكي الرئيسيه، انه بيقدر يسجل لما تحطه في وضعيات مناسبه. وصل لهدفه السادس في 6 جولات كهداف للبطوله، متفوق على مين؟ على رافينيا زميله وصيف الهدافين اللي عنده 5 اهداف. وهذا امر يظهر قوه برشلونه الهجوميه، اول وثاني هدافين الليغا من برشلونه. هانز فليك يعشق الهجوم المجنون. بعد التقدم بهدفين تمكن فياريال من ان يقلص الفارق من خلال ايوزي بيريز اللي هو بالمناسبه ثالث هدافي البطوله. ولكن بعد هذا الهدف برشلونه تعرض لضربه كبيره مع اصابه تير شتيغن، واللي يبدو انه اصابته كبيره وخطيره وقد تنهي موسمه. هذا تير شتيغن اللي استهزأته فيه ودعيته عليه كثير يا جمهور برشلونه. كل لاعب وكل انسان معرض للخطا، والرجل اخطا في المباراه الماضيه، بس حكيت لكم في الحلقه الماضيه وارجعوا شوفوها انه الرجل بالمقابل في نفس المباراه انقذ كرات كثيره. طب نسيتوا 5 جولات قبل مباراه موناكو الفريق بيفوز فيها وتير شتيغن يقدم ما عليه وزياده. الرجل عنده نقطه ضعف واضحه، لما ترجعوا الكره بيرتبك. طب ارخصتوه تماما وما بتعرف خيري لحد ما تجرب غيري. بصراحه برشلونه كان الله في عونهم، الفريق سيء الحظ مع الاصابات هذا الموسم، كل مباراه تقريبا في اصابه جديده، وهذا شيء بصعب مهمه المدرب. في الشوط الثاني تمكن برشلونه من تسجيل هدفه الثالث عن طريق بابلو توري قبل ما يضيف رافينيا الهدفين الرابع والخامس. رافينيا مولع هذا الموسم. تمكن هانز فليك من توظيف افضل توظيف، لما ليفا يتحرك ينزل لمنتصف الملعب تجد رافينيا باتش مركز 9 راس الحربه، والانهاء عنده صار عالي جدا. ليفا ضيع نفسه في وسط الهاتك بعد ما ضيع ركله الجزاء، وكان ممكن برشلونه يسجل 6 في هاي المباراه. كل محاولات فياريال لتقليص النتيجه بقت بالفشل، وخصمهم الاول في المباراه كان الفار الغالهم هدفين بداعي التسلل، ليتعرض فياريال للخساره الاولى له هذا الموسم. بصراحه يحسب لفليك ولخط دفاعه اتقان مصيده التسلل. برشلونه واصل الصداره بالعلامه الكامله 18 نقطه من 6 مباريات، وراح يستفيد كثير من مباراه الديربي الجوله القادمه بين الريال واتلتيكو، راح يضروا بعض وهو الرابح الاكبر لانه بالتاكيد حيتعثر فيها واحد منهم، واذا تعادلوا بيكونوا تعثروا الاثنين، ويا فرحه برشلونه. طيب قبل ما اتكلم عن مباراه الهلال والاتحاد القمه العربيه المرعبه في دوري الروشن السعودي، تعال يا طلال شوي. طلال صديقي يا اخوان، طلع لكم اليوم قاعدين في مطعم في وقت مباراة باير ليفركوزن فولسبورغ، ورجال نتيجة بنهاية المباراة كانت النتيجة 3-3، بعدين شو قلت لك أنا؟ كالعادة هذا وقت تسجيلهم، هذا وقت تسجيلهم فعلا في دقيقة 90 بلس 94 بونيفيس 4-3 لباير ليفركوزن. يا عفو الله الرحيم، شكرا طلع على المداخلة، شكرا، بارك الله فيك. بيتي منيح كويس، شغال عليه منيح، شركة الديكور المشرفة على بيتي. عدنا للحديث عن الدوري السعودي، وأكيد قمة ما راح أفوتها، الهلال والاتحاد. بعد نهاية مباراة اتحاد جدة والهلال نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال هي الصورة لمدربهم خورخي خيسوس وهو بيكسر الباب، ومشجع اتحادي يظهر خائف في الصورة، وكتبوا انه خيسوس بيمتلك سجل انتصارات نسبته 100% من نادي الاتحاد. 7 مباريات الموسم الماضي كلها للهلال، واول مباراة بينهم هذا الموسم برضه كانت للهلال. الهلال تسلطن وفرض عضلاته في قمة الدوري السعودي. قبل الجولة الاثنين فايزين في كل مبارياتهم، الاثنين متصدرين الدوري. ما كان لازم الاتحاد يرفع الراية البيضاء مبكرا، المباراة اللي كان من المفروض تكون متكافئة بين المتصدر والوسيط، بالاخص بعد فوز الاتحاد الكبير على الوحدة 7-1 الاسبوع الماضي. للاسف القمة لم تكن متكافئة وكانت من طرف واحد فقط. الهلال وبالرغم من غياب مدافع كوليبالي لكنه سيطر على المباراة من البداية للنهاية، وحتى ننسب الفضل لأصحابه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سجل ثنائيته الرابعة في الدوري في 4 جولات، وهي المرة كانت ثنائية في أول ربع ساعة من المباراة. ميتروفيتش ماكينة تهديفية من طراز عالي، أي جنون هذا يا ميتروفيتش، 51 هدف في 50 مباراة مع الزعيم، بالإضافة لصناعته 9 أهداف. قبل ما يضيف سليم الدوسري الهدف الثالث للهلال وهدفه 11 في كلاسيكو السعودية عشان ينفرد بصدارة هدافين الكلاسيكو. أما اللاعب صاحب الدوري الخفي اللي هو بالنسبة لي واضح تماما، روبن نيفيش،
شفتوا شو عمل الهدف الثالث؟ هو اللي قطعها، هو اللي لعب هاي التمرير العابر للقارات لسلمي الدوسري. خيسوس تفوق على لوران بلان بشكل واضح في هاي المباراة. الاتحاد كان محظوظ بالخسارة 3-1 فقط. أتمنى مشجع الاتحاد ما يزعلوا مني، لكن هذا هو الواقع. بدكم الصراحة، كلام أنا مسؤول عنه. أنا تابعت من قلب الملعب الأسبوع الماضي مباراة الهلال والريان في الدوحة في دوري النخبة لدوري أبطال آسيا. حكيت كلمة لأصحابي في الملعب مما شاهدته، مع إنها ما كانت أفضل مباراة الهلال، بس هذا الأمر تأكد في لقاء الاتحاد بالتحديد. الهلال واحد من أفضل أندية العالم حالياً، ولو كان موجود في أحد الدوريات الخمس الكبرى نافس على اللقب. هذا الكلام ابعد ما يكون عن العاطفه، هذا كلام المنطق. طيب تعال ننتقل لايطاليا سريعا. نابولي يوفنتوس، ركز معي في المقوله الاتيه: يمكن ان تتخلص من الرجل لكن لا يمكنك ان تتخلص من الفكره. كان هذا هو لسان حال مشجعي يوفنتوس وهم بيشوف فريقهم بيتعادل سلبيا للمباراه الثالثه على التوالي في الكالتشو، بالرغم من رحيل أليجري المدرب المعروف باسلوب لعبه الدفاعي واكتفائه بنتيجه 1-0، اكثر مدرب فاز بنتيجه 1-0 في تاريخ الدوري الايطالي. لكن يوفنتوس ما زال يعاني هجوميا. انا بصراحه من الناس اللي مدحت موتا في بدايه الموسم، لكن موتا رجع انتكس. تخيل معي انه 270 دقيقة لا فريقك بيسجل اهداف ولا يستقبل الاهداف. فلاهوفيتش غير مناسب لاسلوب موتا، لا هو بيتحرك ولا هو جيد في استلام الكرات بظهره مثل زيركزي مثلا، وهذا الامر كان واضح بعد ما موتا استبدله فيما بين الشوطين. اما كونتي مدرب نابولي فلعب المباراة بفكرة ان يتجنب الهزيمة كأولوية، مش انه يفوز، وقد حقق مبتغاه. لكن لفت انتباهي التركيز المبالغ فيه على تمرير الكرات للوكاكو بشكل اضر بالفريق فنيا وجعل افكار الهجومية مكشوفة وبدون عنصر مفاجأة. ما بقدر اتكلم عن كل القمم اللعبة، كانت جولة مثيرة جدا بالاحداث، هذا اللي استطعته. لايك للحلقه، اشتركوا معنا في القناه، اللي ما شاف الحلقات السابقه يشوفها، وهي كل حساباتي الشخصيه اللي بتواصل معكم من خلالها يوميا. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم.